بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب، ومع الجزء الثاني من درس الصفائح الأرضية وعلاقتها بكل من الزلازل والبراكين. اليوم أو في هذا الجزء إن شاء الله سنتحدث عن علاقة الصفائح الأرضية بالبراكين. وهنا سؤال هام، أين تتشكل البراكين؟ فلنشاهد معا. البراكين هي نتيجة لحركة الصفائح، والتي تنشأ منها تجاويف في القشرة الأرضية ويخرج منها الحمم البركانية. إذن هناك علاقة مباشرة بين تكوين البراكين وحركة الصفائح الأرضية. ومعظم البراكين تتكون عند حدود الصفائح الأرضية. إذن عند حدود الصفائح غالبا تتكون البراكين، وهذا يفسر أن حركة الصفائح في أماكن محددة، بمعنى أن وجود البراكين مرتبط بأماكن محددة على القشرة الأرضية، وهي الأماكن التي تتحرك فيها الصفائح الأرضية عند حدود هذه الصفائح. وهذا يعتبر تركز البراكين في أماكن معينة، وهي ما سنتعرف عليها بعد ذلك باسم حزام الزلازل والبراكين. وإذا تحدثنا عزيزي الطالب عن حدود الصفائح، فإن الصفائح الأرضية لها ثلاث أنواع من الحدود، فلنعرضها معا. نعم، تصنف حدود الصفائح تبعا لحركة الصفائح الأرضية إلى صفائح متباعدة، وهي ما سنبدأ بها، وصفائح متقاربة، وصفائح انزلاقية أو جانبية. الصفائح المتباعدة تنشأ عن قوة الشد، إذا قوة الشد بين الصفائح الأرضية تنشئ تباعد بين الصفائح وتسمى صفائح متباعدة. إذا الصفائح المتباعدة تتكون عندما تتحرك الصفائح الأرضية مبتعدة عن بعضها البعض. هذا يفسر لنا تكون حدود الصفائح المتباعدة. وعندما تتباعد الصفائح عن بعضها البعض، تتحرك مكونة شقوق أو صدوع طويلة. ماذا نسمي هذه الشقوق أو هذه الصدوع؟ تسمى حفر الانهدام. إذن حفر الانهدام هي تتكون عندما تتباعد الصخور أو الصفائح الأرضية عن بعضها البعض مكونة حدود متباعدة. إذن حفر الانهدام هي الشقوق الطويلة التي تنشأ عن تباعد الصفائح الأرضية. ووجود هذه الشقوق أو حفر الانهدام يسهل خروج المجمى أو الصهارة من باطن الأرض. وهناك أمثلة عديدة لحفر الانهدام، مثل حفرة
الانهدام العظيم الأفريقي، وهو مثال للحدود المتباعدة، ويعتبر البراكين الدرعية مثال لذلك. إذن عزيزي الطالب، حدود الصفائح المتباعدة ينشأ عنها ما نسميها حفر الانهدام، وحفر الانهدام تسهل خروج المجمى أو الصهارة من باطن الأرض. وأكبر مثال على حدوث براكين درعية لحفر الانهدام. وهنا سؤال: من أين تنشأ الصهارة على امتداد الحدود المتباعدة؟ ما مصدر أو المكان في باطن الأرض الذي تخرج منه أو تنشأ منه الصهارة؟ تنشأ الصهارة من منطقة الستار، هي المنطقة في باطن الأرض التي تخرج منها الصهارة على امتداد الحدود المتباعدة. ننتقل عزيزي الطالب إلى النوع الثاني من أنواع حدود الصفائح، وهي حدود الصفائح المتقاربة. وكما نلاحظ في هذا المقطع الذي يوجد أمامنا، أن حدود الصفائح المتقاربة تحدث نتيجة قوى الضغط، وتتكون في هذه الحالة نوع من البراكين المركبة. وكيف نفسر حدود الصفائح المتقاربة؟ الذي يحدث أن تغوص الصفائح المحيطية أسفل صفيحة أخرى، وذلك لأن الصفيحة الأولى المحيطية هي أكبر في الكثافة، فلذلك تغوص تحت صفيحة أخرى، وهذه تسمى مناطق الطرح. وهنا تنخفض درجة حرارة انصهار الصخور المحيطية، وينصهر جزء من الصفيحة الغاطسة، فتنشأ مجمع وتصعد مكونة براكين مثل براكين المحيط الهادي. تسمى المنطقة التي تظهر فيها براكين المحيط الهادي بحزام البراكين. إذن تفسير حدود الصفائح المتقاربة ونشأة البراكين المركبة: تغوص الصفيحة المحيطية الأكبر كثافة تحت صفيحة أخرى، وتتشكل بذلك نوع من البراكين المركبة. وكما ذكرنا أن تشمل البراكين في المحيط الهادي وتسمى حزام البراكين مجموعة من البراكين المركبة التي تنشأ عند حدود التقارب بين الصفائح الأرضية، ونسميها أيضا عزيزي الطالب الحزام الناري. لاحظ معي في هذا المقطع كيف يوضح لنا حركة الصفائح القارية والمحيطية عندما تنزلق إحداهما أسفل الأخرى لتكون البراكين المركبة. علمنا عزيزي الطالب أن البراكين غالبا تنشأ عند حدود الصفائح، ولكن هل يمكن أن تنشأ البراكين وسط إحدى الصفائح الأرضية؟ نعم، هناك ما يسمى البقع الساخنة. لاحظ معي هذا التعريف الهام للبقع الساخنة. البقع الساخنة هي تتكون بعيدا عن حدود الصفائح، فهي تتكون في وسط الصفيحة، وتحديدا وسط صفيحة المحيط الهادي.
متى تتكون هذه البقع الساخنة؟ عندما تجبر كتل كبيرة من المجمع على الخروج في وسط الصفيحة نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والضغط بشكل كبير في باطن الأرض، فيظهر لنا بعض البراكين وبعض النقاط اللي هي التي تسمى بالبقع الساخنة. وكما ذكرنا أن هذه حالة استثنائية، فالمعروف أن البراكين تظهر عند حدود الصفائح. فلنعرف معا البقع الساخنة. البقع الساخنة هي تظهر عندما تجبر كتل أو كتلة كبيرة من المجمع على الصعود في وسط الصفيحة مثل ما يحدث في صفيحة المحيط الهادي. فلنرى معا مثال للبقع الساخنة. هناك جزر هاواي التي تقع في وسط المحيط الهادي، تعتبر مثال للبقع الساخنة. إذن نستطيع أن نذكر مثال للبقع الساخنة، جزر هاواي. هكذا عزيزي الطالب علمنا علاقة الصفائح الأرضية بالبراكين. وإلى لقاء آخر مع الجزء الثالث من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.